بسم الله الرحمن الرحيم. طلب التانية ثانوي، اهلا بيكم. ده الفيديو اللي انا بعمله لك اسبوعيا علشان نبص فيه على الاسئلة. مش عايز اقول لك الاسئلة الصعبة اللي في الهومورك، ولكن خلينا اقول لك الاسئلة اللي فيها فكرة. بعض الاسئلة بحب احلها لك علشان اثبت لك نقطة معينة. خلي بالكم معظمكم ما بيتفرجش على فيديو الهومورك. انا بقولك ده غلط كبير جدا، لان في بعض الحصص فيديو الهومورك بتاعها بيكون اهم من الشرح، لان بحللك الاسئلة. غير ان انا وانا بحل اسئلة الهومورك وكأني بشرح لك الدرس مرة تانية. طبعا الحصة الاولى قد يكون الهومورك بتاعها بسيط، عشان نص الحصة تقريبا فيدباك، ولكن انا بتكلم عموما. فيديو الهومورك حاجة مهمة جدا لازم تتفرج عليه، سواء كان الدرس الهومورك بتاعه سهل او صعب. مش هناخد وقت النهاردة. بسم الله. انت طبعا ذاكرت الدرس وحليت الهومورك ومعلم على الاسئلة اللي انت شاكك فيها او مش فاهمها. طبعا صححت الهومورك من الجايد انسر، بس برضو في اسئلة انت مش مقتنع بيها. تمام؟ انا هرجع لك على الاسئلة دي. طبعا انا مش براجع كل الهومورك، لان في اسئلة مش محتاجة ان اراجعها لك. ولكن لو في سؤال انا سبته ما راجعتوش معاك، ابعتهولي على الجروب الواتس بتاعتك، هشرحهولك ريكورد، اعمل لك فويس مسج، يعني هشرحهولك صوت وممكن صوت وصورة لو عايز، يعني هشرح لك السؤال وكأنك قدامي. الورك بوك بتاعك قدامك على هومورك الحصة الاولى. اول سؤال عايز ابص عليه 8، وده حاجة فيدباك لتشوز 8. بيقول لي الكيميكال فورمولا بتاعة الصوديوم باي كربونيت. احنا قلنا يا مستر الرموز والسيمبلز والحاجات دي هحتاجها قدام، بس طالما رجعنا عليها يبقى لازم نثبتها بالهومورك. مش انا قلت لك كل الاساسيات اللي فاتتك؟ انا هشرحها لك درس بدرس وهنزل لك عليها هومورك عشان اجبرك على مراجعتها. فانت لو عايز تكتب الصوديوم كربونيت هتقول لي يا مستر الصوديوم ان صوديوم باي كربونيت، باي يبقى الصوديوم ان ايه والباي كربونيت HCO3. طبعا الصوديوم الفالنسي 1، دور في الجداول كده، والباي كربونيت الفالنسي 1، ال1 مش هيتكتب، يبقى ان ايه HCO3. طب نمبر 9، زنك زد ان سلفايد اس، الزنك الفالنسي 2، السلفايد 2 مع 2 طاروا مع بعض، يبقى دور على زد ان اس. تمام. سبيس بلس او 2 طلع اتش 2 او. هتقول لي يا مستر دي محتاجه؟ ماشي يا سيدي، مش احنا قلنا لازم نثبت الفيدباك يا مستر؟ اتش 2 ماشي، بس اوزن 2 في 2 ب 4 اتش، دول 2 بس، خليهم 4، اعمل كده. تمام. 12، البريدكتيبل في الفيدباك احنا قلنا مش هنراجعه خالص، لان البريدكتيبل ده محتاجينه او هنشرحه بالتفصيل في شابتر 2. بس انا قلت لك انا جايبه عشان تطلع منه الاتوميك نمبرز اللي انت عايزها عشان تحل بيها اسئله معينه في الحصه اللي جايه قدام. بس السؤال ده خايف انك انت ما كنتش عرفت تحله. بيقول لك ان البريدكتيبل ال 118 element اللي فيه اترصوا ازاي؟ قال لك اترصوا according to the graduation in their chemical properties. ازاي ويعني وليه؟ شابتر 2. according to the increase in البريدكتيبل اترص على حسب الماس نمبر ولا الاتوميك نمبر؟ لا طبعا على حسب الاتوميك نمبر. وطبعا زي ما قلت ده موضوعنا في شابتر 2، هتفهم ليه البريدكتيبل رصوا الاليمنت على حسب الاتوميك نمبر، وازاي لما رصوهم على حسب الاتوميك نمبر حصل تدرج في صفاتهم. فانا هاجل الحديث عن الموضوع ده، اكتب لي على السؤال نمبر 12 ده شابتر 2، بس الاجابه بتاعته اتوميك نمبر. اي سؤال بسيبه مش عاجبك هتبعت لي. 16، بيقول لي the ratio between the number of carbon، الكربون
تمام؟ النسبة ما بين عدد الكربون، الكربون ده يعني C، والهيدروجين يعني H في الميثين، الميثين CH4 يا مستر، C إلى H، مش C واحدة أهي، والH 4، خلاص بقى يا مستر دور على 1 لـ 4. لا مالكش حق في السؤال ده يا مستر، صح يا حبيبي. طيب خد السؤال 17. دالتون بوستيليتس، الافتراضات اللي كتبها دالتون في النظرية بتاعته، بيقول لي دالتون بوستيليتس افترض في النظرية بتاعته the following postulates except، يعني ايه الحاجة اللي ما ذكرهاش دالتون في النظرية بتاعته؟ لو عايز ضيع وقت ومسكهم واحدة واحدة، اتومز نفس الاليمنت شبه بعض في الماس وفي الكيميكال بروبرتيز، دي قالها. دور كده على النمبر دي، اوصل لدي. الاتوم كونسيست اوف الكترونز بروتونز اند نيوترونز. هل دالتون كان يعرف اي حاجة عن الكلام ده؟ لا. يبقى الاجابة دي 18. Which of the following postulates agree، بتتفق with Dalton postulates، انهي في الحاجات دي بيتفق مع كلام دالتون؟ تعال نجرب نمبر ايه كده. بيقول لك اتومز البروماين شبه اتومز الايودين، ازاي ده البروماين ده element والايودين ده element تاني، ودالتون بنفسه الراجل ما تظلمهوش، ده في شابتر 3 قال لك اتومز element is different from atoms of another element، يبقى دي قالها دالتون. اوكي، which of the following postulates agree، بتتفق مع دالتون. هل دالتون قال لك البروماين اتومز شبه الايودين اتومز؟ لا طبعا، هو قال different، يبقى دي لا تتفق، وهكذا. اوصل معايا لـ C. بيقول لك atoms of different element combined together، atoms of different elements combined together chemically to form compound in a small simple fixed of whole numbers. yes، طبعا هو بيغير في الكلام، هو دالتون قالها ازاي؟ قال لك ان الكومباوندز produce from the combination of different elements in simple fixed ratio. هي والله هي تمام. ما هو لازم يغير لك في الكلمات بس نفس المعنى. طيب 21. isotopes of the same element، isotopes of the same element are similar. لو انت نسيت يعني ايه isotopes، والله لفكرك بيها. الايسوتوبس يعني ايه؟ فاكر لما قلت لك في اكسجين 8 ماس نمبر 16، وفي اكسجين 8 ماس نمبر 18، ده في 17 كمان. يبقى ما هي الايسوتوبس؟ different forms of the same element، صور مختلفة لنفس الاليمنت. الاتوميك نمبر هو اللي مختلف، مين؟ الماس نمبر. يبقى الايسوتوبس اوف ذا سيم اليمنت ار سيميلر ان اتوميك نمبر اند ديفرنت ان ماس نمبر. ذيس فاكت او ذا فاكت ديفرز وذ ذا بوستيليتس اوف ذا اتوميك ثيوري اوف مين في دول؟ طبعا لسه ما خدناش بور ولا رازفورد، ها خدنا تومسون. هل تومسون نتكلم عن الموضوع ده؟ ما جابش سيرته خالص. اللي قال كلام عكس معنى الايزوتوبس دالتون. اصل دالتون قال لك ايه؟ اتومز اوف ذا سيم اليمنت ار سيميلر ان ماس. ما كانش يعرف دالتون ان نفس الاليمنت ممكن يكون ليه ايزوتوبس. يبقى الحقيقه دي تختلف مع كلام مين؟ مع كلام دالتون. تمام؟ اوكي. Discovery of cathode rays. Yes. The strong evidence، معرفش ليه بتستغبوا مع السؤال ده. The strong evidence، الدليل القوي اللي اثبت ان الكاثود ريز اللي هي الالكترونز are found
are fundamental constituent. Fundamental constituent يعني basic component موجودة في كل المواد. السترونج ايفيدنس اللي خلى تومسون يقول لك ان الكاثود ريز موجوده في اتومز كل المواد ايه؟ ان لقى ان الكاثود ريز هاف سيم بروبرتيز وات ايفر ذا كاثود اور يوزد جاز ار تشينجد. لما قعد يغير في الكاثود وقعد يغير في الجاز هل صفاتها اتغيرت؟ لا. يبقى الدليل القوي اللي خلاهم يقولوا ان الكاثود ريز موجودة في اتومز كل المواد اللي هي الالكترونز يعني ان تومسون لما قعد يعيد الاكسبيرمنت اكتر من مرة قعد يغير في الكاثود ويغير في الجاز لها هي بتخرج مع كل مادة بنفس صفاتها. يبقى الالكترونز موجودة في كل مادة مكون اساسي. ها كلمة fundamental constituent يعني مكون اساسي يعني مفيش اتوم مفيش الكترونز. To discover electrons, the gas discharge tube is fitted with, يعني توصلت بإيه؟ ببطارية ضعيفة؟ بطارية تعبانة 1.5 فولت ولا 10,000 فولت؟ 10,000 فولت. Okay. يبقى to discover electrons, the discharge tube is fitted to the two electrodes. Two electrodes of high voltage. ما هو two electrodes يعني ايه؟ يعني two pool. ها؟ Two electrodes يعني two electrodes يعني electrode positive والelectrode negative. وخدنا دي وصلنا بها كاسود. وخدنا دي وصلنا بها انود وحبسنا الجاز في النص. ده معنى كلمة is fitted with two electrodes. والتو الكترودز دول جايه في السؤال اللي بعده. ها مطلعين فولت تعبان ولا فولت عالي؟ فولت عالي. كام الفولت العالي ده؟ قلنا 10,000 فولت ولا ايه؟ يبقى نمبر 3 الفولتج المستخدم تو ديسكفر الكترونز هاي فولت. 4 الكاثود ريز كان بروديوس شادو. الكاثود ريز بتعمل شادو when object placed in their path. يعني حطينا كده في طريقها جسم. يا ترى الجسم ده عشان يعمل شادو ترانسبارنت شفاف كوبايه ميه تعمل شادو ولا كوبايه قهوه غامقه؟ كوبايه قهوه غامقه يعني حاجه اوبيك. طب انت ليه قايل بي اند سي؟ لان عاده السوليد بتكون الاتومز بتاعته قريبه تمام فممكن تنفع بي اند سي. ما اقدرش اقول ان بي غلط. ها معظم السوليدز بتكون الاتومز نير من بعضيها تمام. فالاجابه بي اند سي تنفع. اوبيك بودي تنفع وسوليد بودي ايه تنفع. يس. The particle which was discovered by the experiment of cathode ray tube. الالكترون يا مستر هات لي بسرعه سؤال يستاهل. 10 بيقول لي from the properties of cathode rays. من صفات الكاثود ريز ايه؟ ماس اونلي. احنا قلنا تومسون اثبت ان هي بارتكلز ليها ماس تمام. لما حط قدامها ويل فلما الكاثود ريز خبطت في الويل العجله بدات تلف المروحه بدات تلف يبقى بارتكلز هاز ماس. طب هاز تشارج اونلي هو قال لك ان الالكترون نيجاتيف ولا هاز ماس اند تشارج؟ طبعا هاز ماس اند ايه تشارج. يبقى الاجابه دي الالكترون له ماس وله تشارج. 14 وين ذا كاثود ريز فول اون ا ويل. لما نزلت على ويل عجله حركتها ولا لا؟ حركتها خلتها تلف وده معناه ان الكاثود ريز بارتكلز. بارتكلز ليها ماس and has kinetic energy بتتحرك فلما بتتحرك اصطدمت في الويل فحركتها. 15 الكاثود ريز affected by the electric and magnetic field. لما حطيناها في electric field راحت للبوزيتيف ولما قربنا لها ماجنت لما قربنا النورث اتجهت للنورث ولما قربنا الساوث بعدت عن الساوث.
تتأثر بالإلكتريك فيلد وتتأثر بالماجنتيك فيلد، ده معناه انها تشارجد. لو كانت الالكترونز نوت تشارجد ما كانتش هتتأثر. فمعنى ان هي، اسمع، معنى ان هي تأثرت affected by the electric and magnetic field، ده معنى ان عندها تشارج، وانا طبعا عارف ان الشارج بتاعتها نيجاتيف. تومسون discovered that the atom is divisible. تومسون اكتشف ان الاتوم كان بي ديفايدد. ازاي؟ لما لقى ان الاتوم بيخرج منها حاجه نيجاتيف يبقى ليها باقي بوزيتيف. يبقى تومسون هو اللي اكتشف ان الاتوم فيها نوعين، فيها حاجتين، حاجات نيجاتيف وحاجات بوزيتيف، والاتنين قد بعض. مش هو قالك ان الاتوم نيوترال عشان البوزيتيف والنيجاتيف قد بعض؟ يبقى تومسون اكتشف ان الاتوم كان بي ديفايدد لما اكتشف ان فيها بوزيتيف تشارجز ونيجاتيف تشارجز. النيجاتيف تشارجز دي اللي سماها الكترونز. 20 بيقول لك when the pressure of gas inside the cathode ray tube، الكاثود ري تيوب الجاز اللي جواها، لما خلينا البريشر بتاعه very low about 0.01 مليمتر مركري، الكهرباء مرت، الالكتريك كارنت مر، الكاثود ريز مرت، الالكترونز مرت، كل ده معنى واحد. ليه ده حصل؟ الحاجه اللي قلت لك عليها الزياده، مش انا شرحت لك حته كده كاتب لك عليها في الملزمه اكسترا اكسبلانيشن، وقلت لك ان البريشر لما قال حصل ايونيزيشن للاتومز. يعني ايه ايونيزيشن؟ بدات الجازز اتومز تخرج الكترونز فالكهرباء مرت. يبقى الاجابه ionization of atoms of gas inside the tube takes place. The absence of magnetic field، في حالة عدم وجود الماجنتيك فيلد وفي حالة عدم وجود الالكتريك فيلد الكاثود ريز بتمشي ستريت. امتى تقعد تغير في اتجاهها؟ لو قربت لها حاجة بوزيتيف او قربت لها ماجنت. يبقى طول ما مفيش ماجنت ولا الكتريك فيلد بتتحرك ستريت لاينز. تمام. The history of providing the presence of nucleus، اكتشاف النيوكليوس داخل الاتوم بتاعت الاليمنت، ها، حصل بعد مين؟ بعد تومسون. لان احنا الحصة الجاية هنشرح العالم اللي جه بعد تومسون اسمه رازفورد، ده اللي هيكتشف النيوكليوس. يبقى اكتشاف النيوكليوس جه افتر مين؟ افتر تومسون. باقي اسئله الهوم ورك بنسميها ايس كويستشنز. لحد النهارده الامتحان بتاعك تشوز بس. بنحل ايس كويستشنز ليه؟ لسببين. السبب الاولاني الاهم ان ده اللي بيثبت لك الدرس، هي اسئله مباشره. يعني بتقرا السؤال بتدور على اجابته في الملزمه بتفهمه بتكتبه. طب ليه يا مستر لما هي اسئله مباشره بحلها ليه؟ بتثبت لك الدرس. انا عايز اخش الامتحان وانا فاهم الدرس، فاهم الدرس، فاهم الدرس، وياريت اكون حافظ حبه. فالاسئله الايسي بتساعدك على حفظ الدرس. يبقى السبب الاولاني الاسئله الايسي، جيف ريزون ساينتفك تيرم كوريكت وات از مينت باي، الاسئله دي بتخليك تهضم الدرس زي المدرس كده. فانت لما بتهضم الدرس بتفهمه. تمام. وممكن الوزير يغير كلامه يقول لك الامتحان السنه دي هيبقى نص تشوز ونص ايسي، فانت بعد اذنك تحل النوعين. زي ما قلت لك في ناس بتسمع الكلام وناس لا، عشان كده في ناس بتخش طب وهندسه بالراحه وناس لا. هفضل اقول لكم الجمله دي لغايه اخر يوم في ثانويه عامه عشان تفتكرني بيها، لان كلنا مخنا نضيف. طب ليه فينا ناس بيجيب مجموع وناس لا؟ في ناس بتسمع الكلام وناس لا. اهلا بيكم، ده كان الفيديو اللي انا بعمله لك عشان ابص فيه على اسئله الهوم ورك. طبعا الحصه الاولى الهوم ورك بتاعها ظريف، فالفيديو ما اخدش مننا وقت، بس زي ما اتفقنا الهوم ورك سهل، الهوم ورك صعب لازم تتفرج على الفيديو ده. اهلا بيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.